أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة. كل عام وأنتم طيبون. الناس بتعيد الأضحى والحج وموسم البركات، وبمناسبة كمان موسم الدراسة. الدراسة يا إخوانا بدأت، وعادة أما بتبتدي الدراسة بتتشقلب البيوت وبتدي الأمهات تحمل الهم، ويبتدي الآباء برضو يحملوا الهم، ونبتدي سلسلة طويلة من المناهدة مع الأولاد في أنهم لازم يخلصوا مذاكرتهم، وما أدرك ما الواجبات، يخلصوا الواجبات كمان ويقعدوا لحد الساعة 10، يقعدوا الساعة 11، يقعدوا لحد الساعة 12، يقعدوا الساعة 1، بنخلص في الواجبات وتبتدي المشاكل تظهر. خلاص المشاكل أن بعض الأولاد يقول لك أنا زهقت، أنا عاوز أريح شوية. الأمهات من وجهة نظرهم أن الواجبات لازم تخلص، لان دي مسؤوليه، وان التعليم الطبيعي انك تدي واجبات من اول ما يجي الولد لحد ما ينام، وتبتدي الدوره بتاعه الثمان اشهر بتوع التعليم. في البدايه من قيمه شهرين اتكلمنا على الصيف، واتكلمنا كمان على توزيع الوقت. اما نبص للدراسه، اي اب واي ام بيبصوا لها ازاي؟ بيبصوا لها على انها معسكر مغلق، خلاص قفلنا على الولد في كل شيء. والكلمة المشهورة قوي للأباء والأمهات، الدراسة داخلة ومفيش أي مجال لأي حاجة أي مكانت يقدر يعملها الولد غير أنه يقعد يذاكر. هنقفل التلفزيون، هنقفل الألعاب، هنقفل الخروج، هنقفل المرواح، هنقفل الزيارات، لأن احنا بنذاكر وبندرس. وما خدوش بالهم أن الطفل اللي بيلعب رياضة أثناء فترة الدراسة، ولو افترضنا خميس جمعة سبت في الأجازات، المدارس اللي بتاخد خميس وجمعة وسبت أجازة، وفي المدارس اللي بتاخد بس الجمعة يبقى خميس وجمعة، لو مجرد لعبنا رياضة ده بيزود التركيز، بيطلع طاقة من الكبت عند الأطفال نتيجة للرزعة اللي بترزعوها على المكتب وهم بيذاكروا، بتزود قدرة الأطفال على إنهم يطلعوا الطاقة الإيجابية اللي عندهم، والحاجة الأهم بتخلي الأولاد يبقى عندهم نوع من أنواع التغيير، من أسبوع كامل مضغوط ليوم بنفضي فيه نفسنا نعمل اللي احنا عاوزين. كتير من الناس بتستعين بأن تبقى فيه محفز للمذاكرة وجود الشبشب على إيد اليمين ناحية اليمين للأم عشان لو غلط تخبط. طبعا حد ممكن يضحك على حكاية الشبشب، لا ده مهندسين والله اللي بيعملوا كده لأولادهم عشان يعرفوا يذاكروا، ساعات خراطيم وساعات عصيان وساعات حاجات كتيرة قوي عشان مجرد ان هو يقعد يذاكر، والصوت بيعلى والتون بيعلى، اصله تعبني، اصله ما بيركز، اصله هو عاوزني انا اللي اعمله الواجب في الاخر، اصله هو جاي من المدرسة اصلا مش فاهم حاجة، مش مستوعب حاجة، اصل الولد من قلة انتباهه بتصل بام صاحبته على اعتبار او ام صاحبه عشان اعرف اذا كان خدوا ايه وخلصوا ايه وعملوا ايه. أسئلة كتيرة. لكن ما نيجي نعمل السنة دي موسم مختلف دراسيا، موسم يكون في دراسة لكن تكون دراسة كما يقال دراسة صح. النظام بتاع الكتبة اللي موجود في التعليم لا يصلح لإخراج أي إبداع، أي حد بيفكر، أي حد بيدي إيجابية. النظام اللي قائم على إن التارجت والهدف النتيجة، مش الهدف المجهود اللي بقوم بيه، يكسر نفس الأولاد. في أولاد بطبيعتهم ربنا خالقهم متوسطين في قدراتهم، 85% بكتير، وده رقم مش صغير لأنه لو في الجامعة يبقى حاصل على امتياز. تلاقي إن جهد الولد وجهد الام بيتحدد بدرجات،
مدرس او مدرسه، سواء كان رايقه او مش رايقه، فاضيه ولا مش فاضيه، مضغوطه ولا مش مضغوطه، شايفه من وجهه نظرها انها تنقص درجه، ترجع الام لحساب البنت ونقصت الدرجه دي ليه؟ ما جبتيش زي صاحبتك اللي بتخرجي معاها ليه وبتلعبي معاها ليه؟ ايه اللي ناقصك؟ لدرجه انه وصل في كي جي 2 اللي هي السنه الثانيه من الحضانات الايه الدراسيه، ان مدرسه خلاص بنوته جايبه 18 ونص من 20، ومش عارف ازاي 18 ونص في كي جي، المدرسه جابت هدايا لكل اللي جابوا الدرجه النهائيه، فالبنت عملت مجهود مع مامتها وشايفه انها جايبه 18 ونص، من حقها تتكرم، فبتقول لي يا ميس انا ما اتكرمتش. فقالت لها انت خايبه، احنا بنكرم الشاطرين اللي جايبين الدرجه النهائيه، نهيك عن ان البنت رفضت كلمه خايبه، انا مش خايبه انا شاطره. والنقاش الطويل العريض ما بين الام وما بين المعلمه وما بين كذا وما بين كذا، لكن المشكله في الام اللي هي من وجهه نظرها ليه البنت نقصت درجه ونص. ده طبيعي جدا ان الاولاد بعد كده يكفروا بكل معاني المجهود. دايما بنعلم اولادنا، وزمان واحنا صغيرين كنا بنتعلم ان عليك الاول تحصد ولا تزرع. تخيل الواقع بيقول انك انت لازم تزرع، والحصاد ده بتاع ربنا، النتيجه دي بتاعت ربنا. كنا جاب 18 ونص، عاوز تجيب 20، نشوف ايه المشكله اللي عند البنت او في القعده بتاعتها او في طريقه تدريسنا او المدرسه نفسها، ونشوف المساله ماشيه ازاي. مثال اخر، ولد شطور في الرياضيات بيجيب الدرجه النهائيه، لكن عند العربي موتني وما تدرسليش عربي. المشكله في الولد، قدراته كويسه، امكانياته كويسه، ابداعه كويس، شاطر في الرياضيات، امال ايه المشكله؟ المدرس اللي بيدرس له مش شاطر، ما عرفش ان مدخله عاطفي، محتاج الولد يحبه عشان يقدر يدي. فالولد خد موقف من المادة ككل، وما تغير المدرس اتغير اداء الولد كله. ايه ده وانت بتتكلم في ايه؟ والله في تعليم ونظام تعليمي وحاجات في وسط التعليم بتتعب وتكئب وتحزن. اما نشوف الامثلة دي موجودة عندنا، اما اشوف ان الخناق طول النهار على انه يقعد على المذاكرة، الخناق طول النهار على انه ما خلصش واجبه، الخناق طول النهار انك مش مركز معايا، الخناق طول النهار ان نتيجتك زفت، الخناق طول النهار ان المدرسة بعتة في الكراسة بتاعة الملاحظات انك مش بتركز وانك مش بتذاكر وانك انت مش منتبه وانك كذا وانك كذا وانك كذا وانك كذا. يوم ما بسأل الاب والام سؤال واحد، انتوا مؤمنين ان المنظومة التعليمية دي سليمة؟ قالت لا، بس ده المطلوب مننا. انت ما بتعرفش الضغط بتاع المدرسة عامل ازاي، لكن في الخلاصة بالنظام ده ابني هيطلع شاطر، بيحب دراسته، عارف امكانياته، عارف ان هو بجهده ممكن يوصل لنتائج اعلى. لا، هو عارف كويس قوي ان الدرجة النهائية هي الدرجة النهائية. كلمني ولد في يوم من الايام، كنا قاعدين كده بعض اوقات بنقعد مع الاولاد عادي، ولد كان عنده 5 سنين، فبيقول لي يا عمو انا بس عاوز اعرف، هو بابا وماما بيقولوا انهم كانوا الاوائل، وبابا وماما وائل صاحبي بيقولوا انهم كانوا الاوائل، وبابا وماما محمد بيقولوا انهم كانوا الاوائل، امال كان مين بيطلع التاني؟ مين؟ يترد الاب والام على طول، احنا عاوزين اولادنا احسن مننا، يبقى المنظومه بتاعتكم هباب، مش نافعه، مش هتجيب نتيجه، مش تدعو للتفوق. عمر ما كان كيرف التعليم ثابت،
كل الصف بتاع الدراسة ثابت يبقى مشكلة كبيرة. لكن اما يبقى الكيرف طالع ومستواه بيطلع يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، هو ده اللي هيحقق التارجت. لو شفتوا اساتذة الطب او اساتذة هندسة او اساتذة تجارة او اساتذة اداب، عمرهم ما كانوا بيقولوا ان احنا كنا الاوائل طول الوقت. التفوق الحقيقي بيبان سنة ورا سنة، اعدادي ثانوي. ودايما المقولة الشهيرة هو في الابتدائية كان بيقفل 100% 95% 99% وحاجات كتير قوي، لكن في الخلاصة بعد كده بدأ يقل مجهوده. اما تسأل ليه بيقل مجهوده، ما تسألش انه مهمل، ما تسألش انه ما بقاش يحب الدراسة، ما تسألش ان اصحابه شغلين وقته، اسأل ان المناخ الدراسي مكئب، حاجة يعني بجد تعمل ملل. حط كراريس، اقعد، نهارك ابيض لو ما خلصتش النهارده. وصوت نيعلى بقى، وشي لطشه وقرصه وكلمتين على بعض، ويا سلام على صف الحيوانات اللي احنا دايما بنذكرهم بالخير مع اولادنا. انت حمار، انت غبي، انت جحش، انت بغل، انت 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 انت، بالرغم من انهم بيجيبوا نتائج كويسه. يبقى اول معلومه اعرفها في السنه الدراسيه الجديده ان الرك على المجهود مش الرك على النتيجه. الحاجه الثانيه انه خلوا التعليم شويه لذيذ ولو في البيت. اعملي لابنك منظومه، المنظومه دي طبيعيه جدا، اللي هي ايه؟ انك تذاكري له تلت ساعه، 25 دقيقه، نص ساعه، وتريحيه 5 دقائق. اما يبقى الساعه الدراسيه اللي بيذاكرها ابني من 40 ل 50 دقيقه، ده كتير قوي. لكن ده احنا بنطحن الاولاد. انا بدي له بريك والله حضرتك، بس يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده هو سليم بالظبط، زي ما بعمل بالظبط بالظبط كده. انا كل 3 4 ساعات بدي له بريك 5 دقائق 10 دقائق. لا والله، يكون الولد فصل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وعلي صوتك مره واثنين وعشرة، وفي الاخر قوم اتهبب، ابعد عني، جبت لي المرار. لا، اما تيجي تذاكره صح نذاكر بالطريقة المثلى، وخصوصا الأولاد المشتتين في الانتباه اللي مش مركزين، وخصوصا في أول شهر وتاني شهر من الدراسة، لأنه جاي من اللعب، فانتباهه وتركيزه كله كان في اللعب. عشان تحودي الحودة بتاعت الدراسة يبقى لازم وتأكيدا أنك تعملي حاجتين: تدخلي الدراسة تاتا تاتا، وفي نفس الوقت تدي الوقت يشم نفسه فيه تلت ساعة أو نص ساعة وخمس دقايق وعشر دقايق كده، يبقى 50 دقيقة لاربعين دقيقة في الساعة. كويس قوي رضا. العشر دقايق بقى او الخمس دقايق اللي هو بيقوم بيهم، يعمل فيهم ايه؟ يعمل اللي هو عاوزه. ما تجيش تقولي له انا بريحه 10 دقايق فبديله واجب يحله مع نفسه عبال ما يخلص الواجب، كده ريحته من المذاكرة. لا والله، يعمل اللي هو عاوزه، يتنطط، يجري، يعمل اللي هو عاوزه. والحاجه اللي بيحبها الطفل يعملها في الوقت ده. بيحب الكمبيوتر، يفتح الكمبيوتر 10 دقايق. بيحب يتفرج على التلفزيون، يتفرج على التلفزيون. تعمل له اكل، نعمل له اكل. خلاص يقعد يتكلم معانا، ممكن يتكلم معانا. يلعب مع اخوه، يلعب مع اخوه. كده يبقى بقى عندي حافز اخلص مذاكرتي نص ساعه تلت ساعه، وعشان العب وعشان ارجع اذاكر بسرعه عشان الحق اعمل ده. كتير من الامهات او الاباء يقولوا لا ما بينفعش، لانك عشان تجيبه تاني يقعد تاني عشان يذاكر تاني، هي دي اشكال من الاشكاليات. مين اللي قال الكلام ده؟ ده عشان بتقعدوهم بالساعتين ثلاثه وبعد كده 10 دقايق يفك فيها الولد سجنه وقبضته من التعليم، وعلى اعتبار ان احنا بنعلم. احنا مش بنعلم، احنا بنسطب، بنحفظ، بنكرر ادوات صماء. عشان كده الكيرف اللي بيجيبه في الدراسات فوق 60% بيجيبه فوق 90% في فترة ابتدائي. الكيرف ده بيقل ل 30%
في المية لتلاتين في المية في اعدادي. الكيرف ده بيقل لعشرة في المية في ثانوي. الكيرف ده بيقل الى خمسة في المية، اربعة الى خمسة في المية من كل دفعة بيجيبوا فوق التسعين. عارفين الكيرف ده بيتعمل ازاي؟ عشان ضغط العصب اللي موجود عند الاولاد خليت النواحي الدراسية حاجة تزهق. اما يبقى ابني مشتت في الانتباه حركي، يبقى ما ينفعش اوقف الرياضة بتاعته صيف شتاء. اما ابني بيحب الحركة والرياضة ما ينفعش اوقفها في اثناء فترة الدراسة. يعني ايه؟ يعني كل الواجبات دي مع الرياضة لا اركن، كل الواجبات دي ونشاط اركن ما ينفعش. طب وبعدين؟ لا الولاد بيتفوقوا ولا بنبني شخصية ولا الولد بيوصل بجسمه الى انه يبقى متين وفي نفس الوقت رياضي وفي نفس الوقت عنده ملكة من الملكات. حاجات كتير قوي. لو رجع الزمان بقى اي حد فينا هتبقى الرياضة جزء اساسي من حياته، بدل ما احنا مترهلين كده واجسامنا غير رياضية مش قادرين نقوم نعمل مجهود، ونظرتنا لان النشاط اللي بيتعمل اثناء فترة الدراسة تضيع وقت. لا ده مش تضيع وقت، ده دايما بنفصل الجهاز عشان ما يشخنس، عشان ما يحصلوش اي نوع من انواع اللخبطة. عشان كده مطلوب، ودي دعوة مع الدراسة، وقت يتمتع فيه الاولاد. ما هم راجعين من 3 اشهر بيعملوا اللي هم عاوزينه، ما دي المصيبة ان احنا خليناهم 3 اشهر يعملوا اللي هم عاوزينه من غير نظام، وجايين نعلمهم على اعتبار ان عملية تعليمية بتتم بالطريقة البايخة دي، وحدث ولا حرك. النقطة التانية ان احنا دايما على المجهود. اما البنوتة تجيب لي 95% ده هايل في امتحانات ترم، هايل في تانية اعدادي، هايل. ما تضطرعش تخليها 99%. دي من القصص اللي صدفتني. بنوتة في اعدادي مش معروف عنها ابدا انها سيئة، اخلاقياتها كويسة، مدرسينها بيحبوها، الاوضاع كلها بالنسبة لها كويسة. جات الشهادة جايبة 99% في ترم من الترمات. وما وردش الشهادة لمين؟ لمامتها. وماما أصرت فزودت، بدل 5 بقت 9 وديتها لمامتها. ومضت الأم، المدرسة عاوزة الشهادة، اكتشفت الخطأ ان البنت زورت في أوراق رسمية. يا نهار أبيض، البنت كذابة ومزورة وغلطت غلط كبير انها كذبت على كلهم. اما تقعد مع البنت وتشوف مدى رقة مشاعر البنت دي وعواطفها، وقد ايه هي حزينة على اللي حصل، وقد ايه هي بتدمع لما حدث، ما حدش كان فاهم هي بتعيط ليه. الكل فسر ان هو احساس بالذنب، احساس بالذنب انها اخطأت الخطأ ده. لكن للأسف البنت شايفة ماما طول النهار جنبها ومعاها، وبابا مش متأخر على حاجة. واحنا كأمهات وأباء بسم الله الرحمن الرحيم من النوعيات اللي بتسد البدن. لبانة في لسان الأم وفي بق الأم، سويت وعملت وسبت شغلي وحالي ومحتالي وكملت مع أب يعلم بي ربنا، وعملت كذا وسويت كذا وسويت كذا وسويت كذا. ونقعد نذكر الأولاد ونشحنهم ونحقنهم. أولادنا بعض أوقات بيبقوا حساسين، بيتأثروا. الحل إيه؟ الحل إن احنا نخفف حمل ده. عارفين ليه؟ لأن في مشكلة كبيرة، إن البنت دي كانت حساسة وحاسة بمجهود أمها ومحتاجة كتير من الوقت إنها
تتعامل مع الموقف. طيب حاضر حاضر. البنوتة ما عملتش، هو سؤال اصل هو جه على الهوا فبيبلغوني بيه هجاوب عليه. حاضر. البنت ما عملتش اكتر من انها خافت على مشاعر ماما، خافت على انها تزعل. هي البنت جابت 95، ممكن اخطائها ممكن تكون بسيطه، بس هي ده اقصى ما عندها 95، وعارفه ان مامتها هتكلمها على 5% فعملت 99. البنت كانت حزينه انها وصلت للمرحله دي من الشعور بالذنب في المقام الاول، انها بتعيط وبتقول لهم انتوا اللي زقيتوني اعمل كده، انتوا اللي زقيتوني اوصل لكده. وده فعلا حاصل. احنا في بعض اوقات ممكن نخلي اولاد زي دول يعملوا كده عشان مجرد ما يسمعوش منا كلمتين يسدوا نفسهم، ولا في الجناب. فخدوا بالكم لان دي منتشره. اما بسال طفل انت جبت كام يقول نقصت 3 درجات، نقصت 4 درجات، نقصت 5 درجات، ويبقى حزين. اقول له برافو عليك، يبص لي كده باستغراب، امال بابا وماما عاملين مناحه في البيت ليه؟ امال ليه بيقولوا لي انت مش زي محمد اللي جايب 100%؟ هو انت اقل منه؟ ما الايدين ايدين والرجلين رجلين والعينين عينين، وبتاكل احسن منه وبتروح افضل منه، طب هو يجيب احسن منك ليه؟ في اختلافات زي صوابعك كده، في فروق فرديه بين الاشخاص. ممكن ابنك اللي هو جايب وناقص 4 درجات ده بقليل من التشجيع يجيبهم، لكن انك تسد النفس واحنا عملنا لك كل حاجه وضبنا لك كل حاجه ما ينفعش. السؤال بيقول اللي جالنا، ام بتقول انا عندي بنت ولد عندهم 5 و7 سنين بيتضربوا في المدرسه. لو بيتضربوا من مدرسين علامه استفهام، علامه استفهام. 5 سنين و7 سنين يتضربوا ليه في مدرسه؟ بصوا انا لا قاعد قدام شاشه ولا جو تكييف ولا مش شايف الدنيا، خلاص انا بشوف ان في مشكله حقيقيه عندنا في التعاملات. المشكله مش في العدد، لان عاوز تعد روح الصين عشان تعد، روح الهند عشان تعد، روح باكستان عشان تعد، روح اندونيسيا عشان تعد، روح ماليزيا عشان تعد، وبالرغم من كده الاخطاء ما تبقاش موجوده. اما اذا كان الاولاد بيتضربوا من زملائهم، فالطبيعي انهم هيشتكوا للمدرسه والمدرسه تاخد اجراء. لو الاولاد ما بيعرفوش يردوا، ونقطه مهمه ان الاطفال لحد سن 5 سنين اللي يضربك يضربه، او لو اعتدى عليك حد اعتدي عليه زي ما اعتدى عليك. ليه؟ عشان يبقى عنده قدرة ردع. وبعد 5 سنين بنقول لهم العفو عند المقدرة، انت تقدر تضرب بلاش دلوقتي بقى، روح المدرسة اعمل المفروض منك. لكن الواقع بيقول ان احنا في كتير من الاحيان بنقول للولد اللي ضربك ما تضربوش، قول له ربنا يسامحك. ده غلط، لان ما عنديش القدرة ان يفهم الطفل اللي ضربني عنده 5 سنين الله يسامحك دي. لكن في النهاية قصة كانت لذيذة وظريفة صدفتني برضو من مدرسة ناجحة. ولد ضرب ولد، فراح اشتكى الولد ده للمدرسة ان فلان ضرب. المدرسة عملت ايه بقى؟ المدرسة جابت الولد قدام الولد وقالت له بص، انت عارف هو ضربك ازاي؟ قال لها اه عارف يا مس، عارف بالظبط هو ضربك فين؟ قال لها اه. قالت له وعارف ضربك والضربه كانت قد ايه؟ قالت له اه. قالت له قدامي قدام المدرسين اضربه زي ما ضربك بالظبط، اضربه زي ما ضربك بالظبط. وكانت المدرسة حازمة فعلا. فالولد الوهلة قال ايه؟ لا مش عاوز اضربه. فالمدرسة بتسأله
هو انت مش عاوز تضربه ليه؟ فقال لها برضو يا ميس بنلعب مع بعض ببعض اوقات يعني، فبلاش خلاص هو غلط يعني. عارفين المفهوم ده؟ دول مدرسين بجد، دول مربين عاليين قوي، ده مستوى عالي قوي 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 من الفكر والتفكير، ان انا ابتدي اعمل نضج في المشاعر عند الاولاد. الاطفال لما بيقدروش يردوا على بعض لازم ثقتهم في نفسهم مهزوزة، والثقة بتبتدي من البيت. فلو احنا عصبيين او نرفزين بلاش، لو احنا غير اجتماعيين لا نبقى اجتماعيين، لو الاولاد بيلعبوش رياضة يلعبوا رياضة، لو الاولاد ما بيعملوش نشاطات يعملوا نشاطات، لو الاولاد ما بنسمح لهمش في البيت بانهم يدوا رأي في الامور نخليهم يدوا رأي في الامور. لو الامور دي حاجة منهم موجودة عند الاطفال اللي بيتضربوا في المدرسة وما بيعرفوش يردوا يبقى لازم تتغير. ابني مش هيبقى بيدافع عن نفسه بالسليقة كده، ابني مش هيقدر يدافع عن نفسه من غير سبب، لازم يكون في سبب اتزرع فيه او ما هيقناش الجو ان يقدر يدافع عن نفسه. عشان كده الثقة فين؟ راحت فين عند الاولاد دي؟ لازم تكونوا عارفينها. الاولاد دول ما عندهمش البدائل ليه؟ لحل مشكلتهم، ادي تاني مشكلة. الاولاد دول ما بيفكروش ليه يروحوا يشتكوا للمدرسة، دي تالت مرة وبيشتكوا الماما. رابع حاجة، الكلام اللي انا بقوله هنا ده مش مجرد كلام. الطفل اللي بيتعلم كاراتيه هي لعبة في المقام الاول دفاعية، وخصوصا انه بيتعلموا فيها مجموعة من الحركات كاتات لسن 13، بيزرعوا فيهم الثقة، بيزرعوا فيهم وقفتهم، بيزرعوا فيهم قدرتهم على انهم يبقوا عندهم ثبات قدام اي حد بيواجهوه، قدام اي حد بيواجهوه. ادي حل من الحلول. الحل التاني ان احنا نحطهم في نشاطات اجتماعية كتير فيندمجوا مع الاولاد فيبقى عندهم قدرة على الرد قبل ما حد يتطاول عليهم. ده افضل من ان احنا نقول قوله ربنا يسامحك هو غلطان. في كي جي 2 كان في ولد، الولد ده كان بيضرب من طوب الارض واخوه بيجي يدافع عنه، كان اكبر منه بسنتين ثلاثة. الولد كان بيضرب ويقول لكل اللي كان بيضربوه الله يسامحك، فلقى ان الله يسامحك دي مش جايبه نتيجة معاه، وكل مرة بيرجع مضروب. الفكرة مش فكرة تعليم الاولاد العنف، لكن الفكرة فكرة ازاي احل المشكلة دي. انا عندي مشكلة ان الولد مش انت اللي تحليها يا ماما، الولد نفسه. ايه الطرق اللي اقدر بيها كذا؟ بخاف يبقى لعبي رياضة، بخاف يبقى تروح للمس وتسأليها وتطلبي منها انها قدامه لازم تعنف الولد ده، تعنفه يعني تقوله كده ما يصحش. المسألة التعليمية مش ورقة وقلم، المسألة التعليمية أعمق كتير. المدرسة دي حياة بيتعلم فيها الأولاد حاجات كتيرة، إزاي يقدروا يتعاملوا، إزاي يقدروا يبقوا مؤثرين، إزاي يبقوا قياديين، إزاي يبقى عندهم ملكة الإبداع، إزاي يبقى عندهم نشاطات، إزاي يقدروا يتصاحبوا، إزاي يقدروا يحلوا مشاكلهم. دي الدراسة، ده مفهوم الدراسة، مش مفهوم ورقة وقلم وكتاب. والتطوير الطبيعي اللي موجود في الحياة هو كده، وده التعليم. لو في حد فهمنا زمان ان التعليم حاجة غير كده يبقى مينفعش. انا فاكر لحد النهاردة مدرسين ثانوي، الاستاذ علي النجار ومحمد نصار، الاستاذ علي النجار الرياضيات، الاستاذ او الدكتور محمد نصار بتاع اللغة العربية، افتكرهم لحد النهاردة. افتكر ان اللي حبب في عقلي الرياضيات هو الاستاذ علي نجار، الله يمسيه بالخير.
اما بشوفهم في الشارع في كتير من الاحيان حتى لو سايق بركن على جنب واسلم. ليه؟ دول علموني حاجة مختلفة، دول علموني شيء انا ما تعلمتوش قبل كده. عاوزين تعيدوا التعليم مرة اخرى، نبتدي نعمل منظومة. كنت دايما بسلم على الدكتور محمد نصار ده، سلم عليه كده. ليه؟ لانه علمني ازاي اقدر اتكلم، ازاي اقدر اتكلم قدام الناس. انا ما كنتش اقدر اكمل جملتين مع بعض مع اصحابي او اقرباء. الوالدة دايما كانت بتعدل الثلاثة عشان اطلع بالصينية بتاعت الشاي او المشروبات للضيوف اللي عندنا عشان قدرة المواجهة. كان دايما الدكتور محمد نصار ده يقول لي انت هتطلع يعني بسم الله ما شاء الله اذاعي، ده انت بتقول بتقرا القراءه عندك حاجه تانية خالص يا ياسر. وانا فعلا بلاقي ناس متتعتع، هو بيقول لي ايه، هو عاوز يوصل لايه، يعمل ايه، لكن في النهايه وصل بيا نعرف اتكلم، نعرف اتناقش، اخد ودي، يبقى في شخصيه كده شوي فيها عيوب بس بتتصلح. ده التعليم. اما الحالي فمنظومه اعتقد انها صعبه، انا عارف وعارف كويس قوي كثافه الفصول اللي وصلت ل 80 و60 في بعض المدارس، عارف كويس قوي ان المدرسين فاض بيهم، عارف كويس قوي ان العائد اللي بيبقى من المدرسه للمدرسين ما بيشجعهمش عشان يجتهدوا عشان يعملوا ده. بقى لازم ندفع الافات مؤلفه عشان نخش مدرسه يحترم فيها ادميه ابني، وما ادراك ما بقى الالفات وبتتجاب منين. كل ده نبض موجود. بس النهارده اما اتكلمت في التعليم انا ما اتكلمتش في حاجه خاصه موجوده في المدرسه، انا اتكلمت في البيوت وازمتها. طب اقول لكم، ينفع بنوته تيجي في الثانويه العامه وبتجيب الدرجات النهائية في كل السنين تيجي في امتحانات الثانوية العامة ما تخشش امتحان الثانوية العامة؟ يعقل؟ يعقل ان الام تيجي تقول لي ان كل الامتحانات اللي كانت بتمر بيها البنت حتى في ابتدائي كانت لازم البنت تسهل وترجع وتسخن وتبتدي ضربات قلبها تزيد وتبقى البنت خايفة واخدينها مصلبينها لحد اللجنة عشان تقعد عشان تحل، ومش عارفين البنت شطوره بيحصل لها كده ليه. بص للام وبص للاب تعرف القلق. اعلان حاله حظر تجول في البيت نتيجه لان في امتحانات، او الولد بيذاكر، او الولد بيذاكر، او الولد بيعمل اي حاجه ايا ما كانت. ما ينفعش ده، ما ينفعش. عشان كده النظرة الأولى للأم والنظرة الأولى للأب. أما البنوتة خدت حاجة، بس تخيلوا إذا كان امتحان الثانوية العامة أو الإعدادي أو الابتدائي بيخوف أولادنا كده، طب امتحانات الحياة هتخوفهم قد إيه؟ هيتعلموا إزاي؟ هيوصل لإيه؟ هنبقى جنبهم برضو في مشاكل الحياة مع أصدقائهم وأصحابهم في المستقبل، ولا في شغلهم، ولا في جوازهم، ولا مع أولادهم؟ ما فكرناش بالطريقة دي؟ مش هو ده الحصل؟ مش نتاج التعليم ده كله درجة في الآخر؟ كلام فارغ. الرقم ده مرحلة بتعدين المرحلة أخرى، ممكن أعلى ممكن أقل، لكن ما أقدرش أنساه أبدا إن دي حياة، الدراسة حياة، وبنربي أولادنا مع الحياة دي إن يقدروا يواجهوا مشاكلهم، ما ينهاروش مع أول سقوط بيسقطوه، ما يتلموش اصله انتوا مهملين. نشوف المشكله فين ونحاول نحلها.
لو ولد مشتت دخليه اوضه لوحده واقفلي عليه وذاكري معاه. لو ولد حركي يا ستي يحفظ وهو بيتحرك مش مهم، يكتب وهو واقف مش مهم، يحفظ القرآن وهو بيتحرك مش مهم. لو ولد حركي بزيادة يلعب رياضة عشان تهده حبتين تاخد الطاقة بتاعته عشان يرجع يذاكر. لو الأولاد اللي في كي جي 1 وكي جي 2 مش متعودين لسه، في أمهات بتجيب عرايس وتشرح الدرس والأولاد بيستوعبوا أكتر لأنهم في المرحلة دي بيحبوا التغيير رفقا بالأبناء. الدراسة قد بدأت، وموال الدراسة معضل بالنسبة للأب والأم ماديا، والأب دايما بيبص لها في كده الدروس اللي حديها بكام وحصرف على الأولاد بكام، والأم نفس الحكاية مخنوقة وهي المطالبة بالنتائج. مع كل العكة دي طالب منكم شوية الكلام اللي طلبتوه من النهاردة. وإيه اللي طلبته النهاردة؟ 1، خلي الساعة التدريسية 40 لـ50 دقيقة مش على بعض مقسمين، إن شاء الله تقعدي تذاكري 20 ساعة. دي أول حاجة. الحاجة التانية نحط محفز للأطفال عشان يقدروا يذاكروا عشان في أمل. وفي إعدادية أو إعدادي نقول لهم لو عملتوا كده يبقى تخرجوا يوم الخميس. لو خلصتوا مذاكرتكم هيبقى الخميس. الناس اللي أكبر من كده هنجيب لكم حاجة كويسة بس النتائج الشهر تبقى كويسة، ونوريهم إن كل يوم بنزود لهم حاجة عشان يوصلوا للحاجة اللي هم عاوزينها. دي أول حاجة. تاني حاجة المحفزات. تالت حاجة بلاش الأدوات المستخدمة للضغط على الأطفال، من أول القرص لحد اللطش لحد الشباشب. وبلاش استخدام الألفاظ اللي لها علاقة بالحيوانات لأن الحيوانات ضجت منا. الحاجة الرابعة، احنا بنبني حياة كاملة ومتكاملة. الأخت اللي بتسأل على أولاد اللي بيتضربوا دول في المدرسة من زمايلهم هيفيدهم بإيه يوم ما يطلعوا دكاترة وأساتذة وهندسة مش عارفين ياخدوا حقوقهم ولا يتصرفوا في مشاكلهم ولا يحلوا مشكلة زي المشكلة اللي موجودة دلوقتي دي، وهتقتضي من ماما الصبح تروح المدرسة عشان تنبه على المدرسين ان فلان وفلان ضربوا ابني كذا وضربوا بنتي كذا. ده نظام حياة موجود. الحاجة الخامسة اللي لازم ناخد بالنا منها، ان الكيرف بتاع التعليم دايما صاعد، عمره ما كان بلاتو، عمره ما كان ثابت. في التسعينات وانت طالع عمره ما كان كده، دايما بيبقى من الاقل الى الاعلى. اما سادس حاجة قبل ما اختم، الرك على مجهود الاولاد مش الرك على النتائج ابدا. ويوم ما ابني يجيب 95% ما تقولش نقص 5%، قول جات 95%. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله قبل الساعة بتوقيت القاهرة. استودع الله دينكم وأماناتكم وختيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.